الأصايل. نسير مع مقدمة الشوط بشاير من بشرت بانطلاقة أول المشاركات. بشاير سالم بن يمعة بن رزي الشامسي على المركز الأول. تقدمت المهجنات في شوطنا السادس بينما الذيبة تأتي في المركز الثاني ومرضي بن حامد بن مناحي الشمري على المركز الثاني بينما المركز الثالث تتواجد في ثالث المراكز تتقدم مقصصة محمد بن طارش بن مبارك الحميري على المركز الثالث بينما المركز الرابع رابع المراكز وصلت ماتهاب تعود ملكيتها محمد بن سلطان بن مرخان الكتبي على المركز الرابع وخامس المراكز هنا الدخول من قبل شوق وخلفان بن علي الشامسي على المركز الخامس في هذه اللحظة بينما المركز السادس سادس المراكز وسام وحمدان بن حمد بن راشد بن غدير يقدم وسام على سادس المراكز. هناك شعار مسري بالعرطي على ما أعتقد وهو على ظهر نوف مسري بن سالم بالعرطي الحميري. أما المركز الثامن أشوف الدخول الذيب وصلت في المركز الثامن محمد بن سعيد بن منانة شوف رقص الشوط شوف رقص الشوط في هذا المسار وهذا التحدي. وسام يلا مكان الوسام وسام مع هذا الشعار الذي تقلد بوسام كثير فمن النواميس ومن الرموز وحمل وسام عالم الأصالة والتحديات. حمدان بن حمد بن راشد بن غدير على المركز الأول ولكن المركز الثاني ثاني المراكز مع بن مرخان وبن منانة. شوف الشعار الشعارات القوية نجومية 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 في عالم الأصالة. شوف الواثق والمتحدي والصعب صعب والواثق والمتحدي. الله يا هذا الشوط ولكن الشامسي ديروا بالكم من شوق خلفان بن علي بن سالم الشامسي. الله 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 ولكن وسام يا مرغم صباح الخير يا مرغم على هذه الإنجاز. الله يا الوسام وسام يا مرقم والوسام. الله 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 حمدان بن حمد بن راشد بن غدير تهانينا على هذا الفوز. المركز الثاني الذيبة محمد بن سعيد بن منانة ماتهاب في المركز الثالث محمد بن سلطان بن مرخان. المركز الرابع وصلت فيه لخلفان بن علي الشامسي والمركز الخامس رقم 6 اللي هي الحمد بن حسين بن علي بن جرحب المري. هكذا مشاهدينا الأعزاء كان هذا الشوط ومساره وتحدياته الجميلة. توقيت الزمني وسام على شاشة التلفزيون 9:30 و8 من الثانية. تهانينا حمدان بن حمد بن راشد بن غدير وصباح الخير يا هالي مرقم بينما وصلت في المركز الثاني كذلك قدمت أداء جميل وتحدي رائع اللي هي الذيبة. قطعت المسافية 9:33 و3 من الثانية ومالك الذيب اللي هو محمد بن سعيد بن منانة يستحق التهاني وناموس. المركز الثالث ماتهاب محمد بن سلطان بن مرخان قطعت المسافية 9:33 و8 من الثانية. تهانينا وناموس.